سائل يقول: أنا طبيب وأعمل في إحدى المستشفيات في قسم الطوارئ، وأسمع الأذان أثناء العمل، وعملي لا يسمح لي أن أصلي في المسجد، فماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ صلي في مكانك، إذا ما عملك يفوت، مرتبط بعمل لو ذهبت يفوت، تعالج مريض ولا في عملية تجريها لمريض، صلي في مكانك. الحمد لله، إن كان معك ناس من إخوانك في المكان صلي أنت وياهم، ولا صل وحدك. نعم.